السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم؟ شو اخباركم؟ شو عساكم؟ طيبين؟ طبعا في البداية حبيت اسألكم عن الانترو الجديد اللي ضفته، فابي رايكم. اكتبوا لي بالكومنت اذا كان حلو او خايس او اذا يبي له تعديلات. فيلا خلونا نبدأ بالحلقة. الحلقة مثل انتم يعني مثل ما انتم شايفين او مثل ما قريتم من العنوان انها راح تكون يعني راح ابني البيت او بيت الاحلام. طبعا البيت راح يكون هذا، خبركم يا بس راح يكون هذا، لأن هذا واحد يعني بيت من يعني أنا مصممه، فأكثر من عالم قاعد أبني فيها البيت، فيعني لأن التصميم حلو كذي، فيعني بين فترة وفترة قاعد أعدل عليه. فخلونا نبدأ عشان ما بيطول بالمقطع. 20 × 20، 1 2 3 4، لحظة، 4 معلش، 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20، حدة اوكي. خلنا نشيل هذي لان حس ان مكانها غلط شوي. اوكي نحطها الصوب الثاني. والله يخوفي انا عاد غلط. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20، اوكي. بعدها 20 ثانية، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 هني، اوكي معلش الثنتين غلط. بعدين طبعا راح ادير دار مدارة يعني عشان اكبر المساحة. الحين بس قاعد اسوي كذي، 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20، حدة وبس. راح نمد الحين. اوكي يا سلام علي. ان شاء الله يكون وياي شغل عشان اشيل الديرت هذا. وياي ما معي، يا الله خلاص خلي ولي. اوكي خلونا الحين بس نسوي الباب. 2 3 4 5 6 7 8، لا هما 10 × 10، 9 9 9 9. هني وهني انا عندي، والله اني غبي. اوكي اتوقع كذي نحط الزوايا بس. 1 2 3 1 2 3، بعدها راح نطوف هني اي 3 3 1 2 بهذه الطريقة. 1 2 3 1 2 3 نطوف 3 بلوكات، بعدين 1 2 3 نطوف بلوكين، 1 2 3 طوف بلوكتين، 1 2 3 راح يصير في مني بلوكتين. فاوكي هذا الترتيب. نفس الشيء هني، 1 2 3، لا صح كذي ولا؟ 1 2 3 اوكي، طوف 3 بلوكات، 1 2 3 طوف بلوكتين، 2 3 بلوكتين، 1 2 3 بلوكتين، 1 2 3 وواقي هني، 1 2 3 1 2 3 1 2 3 كذي بهذه الطريقة. نسكر الزوايا يعني ونسكر هذه الأماكن. بالنسبة للي ورا، اللي ورا كلهم بلوكين زجاج. طبعا هي بالفراغات راح نحط زجاج، فنطوف هني، بعدها هم بلوكين بس راح نحط خشبتين هني بهذه الطريقة. نطوف هني بلوكين، بعدين نطوف بلوكين ثانيين نحط خشبتين، صح كذي ولا أنا مقصر؟ بهذه الطريقة. فلا هني صار 3 بلوكات، ليش في غلط؟ بلوكين هني غلط، هني الغلط، هني الغلط. فمعناتها هذه غلط. هذه تصير هنا،
واحد اثنين ثلاث وهني هذيل الثلاثة يعني. أوكي الحين خلصنا ال الأساسي يعني المكان الأساسي. طبعا الأرضية راح نحطها من ساندستون. الحين ما عندي ساندستون ولا عندي ساند أصلا, فالحلقة الجاية راح أكملها أو ممكن أكملها خلف الكواليس. خلونا بس الحين ناخذ ال شو اسمه الجلاس الزجاج. هلا قاعد أطبخ أنا. طبعا طبخت وايد أتوقع إني يكفي ويزيد. أي والله يكفي ويزيد. شو وياي ولا اوكي شيء جميل شيء جميل ما عليك. اوكي طبعا شني راح اطول بالجلاس فراح اسرع راح اسرع شوي بس وانا اسوي الجلاس. اوكي قربنا نخلص الحين. طبعا يعني شوي كنت بطيء حيل, مو بس شوي يعني كنت بطيء قبل شوي فمعلش يا شباب. بحاول اسرع كثر ما اقدر. طبعا هو راح يسرع اللي طاف بس راح يتسرع بس شوي يعني مو وايد. يا الله حلو اتوقع ان كذي خلاص نخلص الحين. نوصل هذين اللي فوق بس نطلع صعب الديرت او اي شيء. اوكي اتوقع ان خلصنا خلاص. ما سويت وايد اشياء بهالحلقه لان ما ودي اطول هذا المقطع. فبس هذا كان المقطع, اتمنى ان اعجبكم. يا ليت تضغطون لايك المقطع وكن شاكر لكم اذا اضفتم الفضلة. لا تنسون تشتركون في قناتي اذا ما كنتم مشتركين. شكرا على المشاهدة. وبعد حبيت اشكركم على 900 مشترك, يعطيكم الف عافية. و 79 او 78 الف مشاهدة مشكورين يعني صراحة ما ادري شلون اشكركم. وهذا المقطع يعني بس عشان اللي حاب يسوي مثل البيت هذا او بس لانه ما ادري ايش اسجل الصراحة. فبس شكرا على المشاهدة, مع السلامة.